عضو انتائب من تنظيم داعش كان يعمل مسؤولا أمنيا قام مؤخرا بنشر رسالة. هذه الرسالة أظهرت تفاصيل جديدة حول جرائم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، فمن هو وماذا يريد؟ إليكم التحليل التالي. أبو مسلم العراقي، لماذا يريد الأمن التائب الكشف عن جرائم البغدادي داخل داعش؟ تفاصيل جديدة ظهرت تشير إلى المعارضة الداخلية القوية لقيادة البغدادي. إنه أبو مسلم العراقي الذي يسمي نفسه الأمن التائب. في رسالة نشرت الشهر الماضي يقول أبو مسلم العراقي: داعش نقض العهود عن قصد ومضى قدما في قتل الناس رغم إبرام اتفاقيات معهم في السابق. استمر داعش في استعباد الأزيديات التي اعتنقن الإسلام، استعبدهم جنسياً على الرغم من منحهن الحماية من قبل. تم قتل المدنيين الفارين من الموصل. الأمنيون التابعون لداعش هاجموا منازل المدنيين دون وجه حق. لم تكن أي من هذه الجرائم بمثابة حالات منفردة، كانت القرارات تأتي جميعها من القيادة العليا للتنظيم. ما الذي يريده التائب الأمني أبو مسلم العراقي؟ بحسب قوله أفاد بأنه يريد الدفاع عن الناس والمساعدة في معرفة حقيقة قيادة داعش. داعش ليس لديه أي خطة لمن قد يخلف البغدادي. اعترافات كهذه تجزم بأن حرب الخلافة في داعش ستكون قوية وعنيفة.